السلام عليكم. اسأل من فرع طول الفرع إذا عندي أذية واحد كل يعني ثلاثة من كل شيء والله العظيم. احترامي للجمهور إذا ما أخذت حقك المربع ما رجعت. خذنا حقك هاي لحية الزين. بارك الله ولا زين خدمتك كمان. الله يسلمك. سلمها أمام السلام. سلمها أبو عليكم. يلا بعد. شيخ، شايف انه بيقطع كذا 100 فلوس؟ صدق شيخ.